تحتل الإمارات والسعودية والجزائر مراتب متقدمة بين أعلى الدول المستوردة للسلاح في العالم بنسبة 4% لكل منها من مجموع السلاح المصدر عالمياً، إذ يتبادر إلى الذهن السؤال حول مصادر تمويل الجيوش العربية لأسلحتها في الوقت الذي تفتقر فيه الدول العربية جميعاً لتكنولوجيا تسليح وتعتمد على التجميع وإعادة تصنيع بعض الذخائر بشكل محدود. الجيش المصري والمصنف الأقوى عربياً يمول جيشه بشكل رئيسي بمعونة أمريكية سنوية تقدر ب1,300,000,000 دولار أمريكي، يأتي بعض منها على شكل طائرات F-16 والأباتشي، فيما تحاول مصر مؤخراً دخول السوق الألماني والروسي بشراء بعض المعدات والآليات. أما الجيش السعودي الذي يصنف الثاني عربياً يعتمد في تمويل تسليحه على ثروة المملكة النفطية التي تقدر ب12% من النفط المصدر في العالم، والتي توفر له أكثر من 300 مليار دولار كميزانية سنوية. ويعرف عن الجيش السعودي شراؤه للسلاح المتطور خاصة الأمريكي بعقود هائلة في الوقت الذي لم يخض فيه الجيش السعودي أي معارك تذكر خلال العقود الأخيرة. وكانت الصفقة الأبرز هي شراء السعودية 84 طائرة من طراز F-15 ومعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار، إضافة إلى 72 طائرة مقاتلة بقيمة 7,900,000,000 دولار، وعدد آخر من الصفقات مع روسيا وبريطانيا وفرنسا. الجيش السوري وعلى الرغم من الخسارات المتتالية التي مني بها، إلا أنه ما زال يحتل مرتبة متقدمة من الجيوش العربية، إذ يعتمد بشكل كبير على طائرات الميغ والسيخوي الروسية الصنع، بالإضافة لاعتماده على الصين وإيران وكوريا الشمالية التي تمد نظام الأسد بالسلاح منذ عقود حتى اليوم، كما أنه يملك مصانع لتجميع بعض الصواريخ طويلة المدى مثل أسكود وتصنيع الذخيرة الخفيفة والمتوسطة. الجزائر الغنية بالنفط والغاز أولت الجيش كذلك أهمية بالغة مكنها من امتلاك قمر صناعي ذو مهام عسكرية، كما أن لديها العديد من الاتفاقيات مع روسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لإمدادها بطائرات وغواصات ودبابات وأنظمة دفاع جوي واتصالات.